بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل، وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم وتقديم محاضرات الفسلجة الطبية المقدم من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 11 Blood Transfusion، نقل الدم. Blood transfusion is the process of transferring blood or blood components from one person, the donor, into the bloodstream of another person, the recipient. إذن عبارة عن نقل الدم، محتويات الدم كجملة، الدم سائل الدم من شخص اللي هو الواهب إلى مجرى الدم للشخص الآخر اللي هو المستلم. Transfusion is done as a life-saving procedure. إذن تعتبر شنو؟ نقل الدم عملية لإنقاذ الحياة. To replace blood cells or blood products lost through bleeding. حتى تعويضا لخلايا الدم اللي ومحتويات الدم اللي انفقدت خلال النزف. Conditions when blood transfusion is necessary. شنو هي الحالات الضرورية اللي على من خلالها ينقلون يحتاج إلى نقل المريض اللي يحتاج إلى نقل دم؟ Blood transfusion is essential in the following conditions. إذا نقل الدم هو ضروري للحالات التالية: First one anemia، فقر الدم. Second one hemorrhage، حالات النزف. Third one trauma، شدة خارجية. Fourth burns، الحروق. Fifth surgery، التداخل الجراحي. Precautions، التحذيرات أو الاحتياطات. Certain precautions must be followed before and during the transfusion of blood to a patient. إذن هنالك احتياطات، هناك تحذيرات يجب اتباعها قبل وخلال نقل الدم إلى المريض. Precautions to be taken before the transfusion of blood. شنو هي التحذيرات اللي يعني واحد يتخذها ويحتاط بها قبل إعطاء الدم؟ First one, donor must be healthy without any disease. الواهب لإعطاء الدم يجب أن يكون متعافي بدون الأمراض، مثل هاي الأمراض التالية، مثل ما sexually transmitted diseases such as syphilis، الأمراض المنقولة جنسيا. Second, disease caused by virus like hepatitis، التهاب الكبد الفيروسي، والايدز، العوز المناعي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، only compatible blood must be transfused. إذن فقط الدم اللي مطابق يجب أن ينقل للمريض، ينقل إلى الشخص المريض، يعني متطابق مع دم المريض. يعني يجب هناك إجراءات يسويها، يعني يجب أن يقوم بها المختبري قبل أن يقومون بالقرار إلى إعطاء هذا البطل من الدم إلى المريض. مطابقة دم المريض مع الدم المعطى من الواهب. Both matching and cross matching must be done. فنسميها المطابقة، يعني فصيلة الدم اللي هي معنية بفصيلة الدم، والكروس ماتشينج المعنية بمعرفة الدم إذا كان تستطيع نقله إلى المريض أو ما تستطيع نقله. فذني الاختبارين يجب أن يتم إجراءها قبل إعطاء الدم. RH compatibility must be confirmed، وأيضا مطابقة الRH أو توافقها مع الشخص الواهب والشخص المريض المستلم. Precautions to be taken with while transfusing blood. إذا شنو هي الاحتياطات أو الإجراءات اللي يجب أن اتخاذها خلال إعطاء الدم أو نقل الدم؟ Apparatus for transfusion must be sterile. المستلزمات النقل يجب أن تكون معقمة. Temperature of blood to be transfused must be same as the body temperature. درجة حرارة الدم يجب أن تكون نفسها درجة حرارة الجسم للشخص المريض. Transfusion of blood must be slow. يجب أن يكون نقل الدم يعني بطء. The sudden rapid infusion
of blood، إذا كان إعطاء الدم بصورة مفاجئة وسريعة إلى الجسم increases the load on the heart، يزيد عمل القلب resulting in many complications، ويؤدينا إلى عدة مضاعفات. Hazards of blood transfusion، شنو مخاطر نقل الدم؟ Hazards of blood transfusion are of four types. أربعة، شنو هي؟ Reactions due to mismatched incompatible blood transfusion reactions. إذا عدم تطابق الدم، هاي النقطة الأولى، هاي المخاطر نقل الدم الأول. ثانيا reactions due to massive blood transfusion، يصير يعني reactions احنا نقول ردة فعل نتيجة نقل دم لنطاق واسع، يعني بكميات كبيرة. reactions due to faulty techniques، إذا يصير ردة فعل نتيجة تقنيات خاطئة during blood transfusion خلال عملية نقل الدم. و fourth transmission of infections، نقل الالتهابات او نقل احنا هنا فيروس او بكتيريا من والى من الواهب والى المستلم. precautions due to reactions due to mismatched blood transfusion reactions. Transfusion reactions due to ABO and RH incompatibility، عدم مطابقة ما نسميها احنا بالـ ABO system والـ RH system، يعني فصيلة الدم من نوع الـ ABO ومن نوع الـ RH، عدم مطابقتها. هذا يعني ردة الفعل الأولى اللي سولفنا عنها، اللي قلنا عنها مخاطر نقل الدم، هاي الأولى. الثانية reactions due to massive blood transfusion، as we mentioned، قلنا نقل الدم بكميات كبيرة أو نقل الدم لنطاق واسع. Massive transfusion is the transfusion of blood equivalent or more than the patient's own blood volume، يعني أما نعطي نفس الكمية اللي هو يستحقها أو تتعدى إلى أكثر من احتياج المريض. It leads to circulatory shock، صدمة الدورة الدموية، particularly in patients suffering from chronic anemia, cardiac disease or renal disease، خصوصا المرضى اللي يعانون من فقر دم مزمن، من أمراض القلب ومن أمراض الجهاز البولي أو الرئتين، العفو الكليتين. Hyperkalemia due to increased potassium concentration in stored blood، أيضا راح يصير زيادة بكمية البوتاسيوم، التركيز مادة البوتاسيوم موجودة بالدم. Hypokalemia leading to tetany due to massive transfusion of saturated blood، أيضا زيادة بالكالسيوم تسبب لنا عملية ما يسمى بالتجزز أيضا نتيجة نقل كمية كبيرة من الدم. والهيموسيدروسيس increased deposition of iron in the form of the hemosiderin، وأيضا زيادة بتكدس الحديد أو تجمع الحديد زين بخلال مادة تسمى الهيموسيدرين in organs، الأعضاء مثل endocrine glands مثل الغدد الصماء، الهارت، الليفر، القلب والكبد. Due to iron overload، زيادة بكمية الحديد after repeated transfusion، بعد إعادة نقل الدم. Reactions due to faulty techniques during blood transfusion، إذا صرت يعني ردة فعل أو تفاعلات نتيجة تقنية خاطئة أثناء إعطاء أو نقل الدم. Faulty techniques adapted during blood transfusion leads to thrombophlebitis، inflammation of vein، إذن شنو التهاب بالوريد associated with the formation of thrombus مع تكوين خثرة. air embolism obstruction of blood vessel، يصير يعني انسداد في الأوعية الدموية نتيجة دخول ما يسمى بفقاعة الهواء إلى المجرى الدم. transmission of infections، نقل الالتهابات من خلال blood transfusion without precaution leads to transmission of blood-borne infection، راح يسبب لنا يعني العدوى المنقولة بالدم، نقل العدوى المنقولة بالدم مثل HIV، الهيباتيتس B and A، glandular fever اللي هي تسميها حمى الغدية أو infectious mononucleosis، acute infectious disease، مرض التهابي حاد نتيجة الإبشتين-بار virus and characterized by fever، حمى، swollen lymph nodes، انتفاخ بال عقد الليمفاوية، sore throat، التهاب الحلق،
and abnormal lymphocytes وأيضا لمفاوسات تكون غير طبيعية. الرابع عن herpes viral disease، هو عبارة عن مرض فيروسي with eruption of small blister like vesicles on skin or membranes، اللي هو يعني نوع شو نقول إحنا لطمة حمى نسميها إحنا بالعامية، فيصير مثل فقاعات يعني حبوب مثل بها فقاعات بها صغيرة مملوءة بالسائل بالجلد أو أيضا يصير بالممبرانز زين مثلا يعني بالفم أو بالتجويف الفم يصير bacterial infections. عندنا الالتهابات البكتيرية، هسا يقولنا هاي شنو هاي نقل الانفكشنز من خلال شنو عملية نقل الدم، ممكن يصير أيضا هذه ردة الفعل تصير من خلال يعني الكومبليكيشن مال نقل الدم أو الهازاردس اللي قلنا عليه. blood substitutes بدائل الدم fluids infused into the body instead of whole blood are known as blood substitutes، سموها بدائل الدم. commonly used blood substitutes are human plasma 0.9% sodium chloride، تعرفون هذا مغذيات نسميها المي، عندنا المي والملح والسكريات فقط نسميه سالين normal saline وال 5% glucose. colloids الغرويات مثل الألبومين and animal gelatin. exchange transfusion تبادل الدم is the procedure which involves removal of patient's blood completely and replacement with fresh blood or plasma of the donor. إذن هي عملية تبديل الدم المريض يعني بصورة كاملة واستبداله بدم fresh يعني سمحنا نسبي fresh blood يعني مباشرة من الواهب أو البلازما مباشرة نقليها من الواهب يعني بعد مطابقتها، فيكون تبديل نسميه تبديل كامل لدم المريض. It is otherwise known as a placement transfusion، يسموها النقل البديل. It's an important life-saving procedure، هي طبعا تنقذ بها الحياة. Carried out in conditions وتستخدم للحالات التالية اللي هي severe jaundice اليرقان الشديد أبو صفار، sickle cell anemia فقر الدم المنجلي، erythroblastosis fetalis داء كرات الدم الحمراء الجنينية. أن البروسيجر حقيقة تطلعون عليها فقط يعني لعد يعني شو نقول إحنا استفادة للفائدة أو الاستفادة الأكثر بحالات المختبرية ممكن تطلع عليها، هي أربع نقاط إحنا ما يحتاج إنه نشرح لكم إياها. conditions which need exchange transfusion، شنو استخدامات النقل أو تبادل الدم. hemolytic disease of newborn erythroblastosis fetalis هسه حكينا عنها، severe sickle cell anemia، severe polycythemia اذا تستبدل بالسلاين والبلازما او الالبومين يعني زيادة كريات الدم الحمراء هنا، وtoxicity of certain drugs التسمم ببعض الادوية، وsevere jaundice in newborn babies خصوصا الارقان الحاد في الولادات يعني الحديثي الولادة، which doesn't respond to ultraviolet light therapy، يستجيبون للأشعة فوق البنفسجية. normally neonatal jaundice is treated by exposure to ultraviolet rays، يقول يعني بالصورة الطبيعية يستخدمون هذه الأشعة فوق البنفسجية. it breaks down the bilirubin which is excreted by the liver، فيعني تحفز على إخراج الصبغة الصفراء من خلال الكبد. autologous blood transfusion نقل الدم الذاتي. autologous blood transfusion هي شنو collection and reinfusion، جمع الدم وإعادة حقنه المن لنفس المريض. patient's own blood it is also called self blood donation. the conventional transfusion of blood نقل الدم التقليدي that is collected from person other than the patient is called allogenic or heterologous blood transfusion. زين هو هذا نقل الدم التقليدي، احنا مو نفس الشخص وانما من شخص سليم اللي هو الدونر الى شخص المريض. autologous blood transfusion is used for planned surgical procedures، يعني شنو يعني في حالات العمليات الجراحيه المبرمج لها. patient's blood is withdrawn in advance and stored، يحضر سلفا ويختن. later it is infused if necessary
during surgery وترجع استخدامه مرة ثانية أثناء العملية. يعني هو البلد يتحضر هسه اكو احنا عندنا مثلا مصارف لخزن الأكياس البلد اللي هي شنو من الأشخاص واهبين لهذا الدم مفحوص وجاهز ومكتوب عليه فصيلة الدم زين، ويستخدم متى ما يعني تكون له الحاجة إلى ذلك في أثناء مثلا العمليات الجراحية أو الاستخدامات الأخرى للمرضى، أيضا الحالات الاضطرارية والحالات الطارئة. This type of blood transfusion prevents the transmission of viruses such as HIV or hepatitis B. زين، إذا نقول هذا النوع من نقل الدم هذا يمنع انتقال الفيروسات مثل الـ HIV أو الالتهاب الكبد الفيروسي. It also eliminates transfusion reactions، وأيضا يحدد من حصول ما يسمى بالـ transfusion reaction اللي حكينا عليه قبل قليل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.